بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة إن شاء الله هنتعلم إزاي ننسخ تنسيق أي حاجة قدامنا، تمام؟ يعني إيه ننسخ أول حاجة التنسيق؟ يعني فرضنا مثلا إن عندنا الحاجة اللي هننسخ التنسيق منها هو السطر ده، فالسطر دوت بالنسبة لنا مكتوب بنوع خط زي ما احنا شايفين كده، ونفس وحجم الخط 26 وبولد مثلا، تمام؟ والخط ده على الشمال، تمام؟ فكل ده تنسيق للخط. فأنا دلوقتي مثلا لو جيت غيرت الخط ده وخليته مثلا، يعني أول حاجة خط مختلف زي ما شوفنا كده، والحجم بتاعه مختلف وخليته مش بولد، وجيت أنا قلت مثلا عايز الخط اللي بتاع السطر اللي تحته ده يبقى هو نفس التنسيق بتاع الخط ده، فانا هاجي على التنسيق ده واعمل كنترول شيفت سي، كنترول شيفت سي، وحدد الصدر اللي بعده واعمل كنترول شيفت في. الكلام ده مش على الكلام ده بس او الكلمات بس، ممكن كمان تعمله على الاشكال. يعني مثلا فرضنا الشكل دوت انا غيرت فيه اللون بتاعه وقلت ان اللون بتاعه هيبقى مثلا اسود، تمام؟ وقلت انا عايز ان الشكل اللي تحته ده يبقى زي، برضه هاجي على نفس الشكل واعمل كنترول شيفت سي، واجي احدد الشكل اللي انا عايز انسخ التنسيق ده ليه، واعمل كنترول شيفت في بس كده. ومش على الحاجات دي بس، على اي حاجة ممكن تعملها. بس اتمنى ما اكونش طولت عليكم، وشكرا.